السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية الضوء في المنام بالعلم والهدى، ومصدر الضوء في الحلم بالعلم والمرشد. لذا قيل رؤية الكهرباء في الحلم تدل على النجاح وتحقيق الذات والوصول إلى المراد إن لم يكن منها ضرر. وقال مفسر الأحلام المعاصرون أن رؤية الأسلاك الكهربائية المكشوفة في المنام فهي تدل على أذى وشر مكتوم، فيما رؤية صعق الكهرباء في المنام فهي دلالة على الصحوة بعد الغفلة وربما الهداية بعد الضلالة. وإذا حلمت بشخص يتهرب في المنام فهو يتعرض لصدمة قد تكون إيجابية أو سلبية حسب تفاصيل الرؤى. وإنقاذ شخص من الكهرباء في المنام دليل على المساندة والدعم والظروف الصعبة المفاجئة التي يمر منها الرائي في حياته. أما رؤية ماس الكهرباء في المنام فهي دليل على اندلاع العداوة والخصومة. من رأى حدوث ماس كهربائي دون حدوث مكروه في المنام فإنه ينجو من شر عداواته. أما حلم حدوث ماس كهربائي في البيت فيدل على نشوب خلافات بين فيه وفتنة بين أهله. ومن رأى أنه تضرر عند التماس بالكهرباء في البيت في المنام فإنه فراقة وهجران. أما حلم شرارة الكهرباء فتدل على الشر نسبيا، لا سيما وقد يدل على نشوب الخلافات والشجارات. أما حلم الكهرباء تحترق فيدل على بدعة يدخل بها الرائي، أو تدل على سلطان جار يلوذ به. فيما حلم الكهرباء والماء فيدل على العلم والحياة الطيبة والخصبة ما دام ذلك غير ضار لصاحب الرؤية. فيما رؤية قطع الكهرباء في المنام تدل على ضياع الأمان والأمان، وعودة الكهرباء في المنام تدل على الفرج القريب والتجديد الأماني، وقد تدل على الراحة بعد التعب. وعداد الكهرباء في المنام دليل على المراقبين والمتلصصين على حياة الرأي، وقد تدل على الانتظار. فيما رؤية عامل الكهرباء في المنام هي دليل على العون والمساعدة. أما رؤية فيشة الكهرباء في المنام فهي تدل على العون والعلم من الرفق والظفر به. ورؤية الكهرباء في المنام للعزباء إذا كانت بغير ضرر تدل على تحقيق الإنجازات والطموحات التي تحلم بها الرائية. فيما رؤية الكهرباء في المنام للمتزوجة فهو دليل على تحقيق الأمان ونيل الخيرات إذا كانت الإنارة أو التدفئة أو المنفعة عامة على الناس. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.